هنسيب الدفاع. الدفاع النهارده يعني النهارده عندنا قلبين دفاع، احمد حجازي واحمد شرحيلي. واحمد شرحيلي عمل اللي هو غير متوقع. احمد شرحيلي هو اللي صنع الهدف، بعيدا بقى عن كل لعيبه خط النص والهجوم والبيشي والعبود لما نزل، والعبود على فكره هو صاحب نقله المباراه، تغيير نوعي في اداء الاتحاد غير طبيعي في نزول عبد الرحمن العبود. ففعلا حمد لله على السلامه لعبد الرحمن العبود. واحنا كنا بنتكلم في الهاف تايم عن اهميه عبد الرحمن العبود. احمد شرحيلي قلب الدفاع هو اللي بينطلق من ناحيه اليمين ناحيته، راح لغايه نص ملعب ورقص وعمل الباس لرومارينيو اللي قطع قبل مين؟ مين بقى اللي كان مغطي ورا؟ لا مادو ولا العمري ولا الفارو، كان سامي النجعي. سامي النجعي جاي من الرايت وينج ومغطي مع رومارينيو عايز يغطي، لكن طبعا شتان ما بين الاداء الهجومي لسامي النجعي والاداء الدفاعي. فرومارينيو بالفطره والذكاء الكبير لرومارينيو سبقه وخد الكره وانفرد وجاب جول. فهي المباريات دي محتاجه يعني ريسك، وده ريسك كبير ان قلب الدفاع في مباراه زي دي يطلع. بس هو ليه طلع؟ لان المباراه كانت رايحه في اتجاه الاتحاد. الاتحاد بيهاجم من يعني بدايه من الدقيقه 15 لغايه اخر المباراه معظم الكره في نص ملعب النصر. فانا لما اطلع الاقي بقى ان حجازي طالع والاقي ان شرحيلي بيصنع الهدف، لا ده بيبين الشكل اللي ماشي عليه المباراه. هو الاتحاد بيهاجم كله مندفع للامام، كله داخل لجوه، سحبت ونزلت لاعبين فالعبود داخل لجوه، فشرحيلي راح كقلب دفاع ايمن، راح ناحيه اليمين لغايه الخط ورقص، ودي حاجه ما بنشوفهاش كتير من احمد شرحيلي وهو اللي صنع الهدف. اه بنشوفه جوه ال 18 والكلام ده كله، ما فيش اي مشكله خالص في السات بيسز في الكرات الثابته سواء ركنيات او فاولات او الكلام ده كله، لكن انه يعمل ده ويصنع الهدف، يعمل لونج باس لرومارينيو اللي يقطع من قبل سامي النجعي، طبعا هنا قصور غريب وغير طبيعي لخط دفاع النصر في الكوره دي بالذات، لان ما لقيناش اي واحد فيهم قريب من رومارينيو. ورومارينيو زي ما قلنا في بقى السويتشات اللي كانت بتحصل في الشوط الاول يا داود ما بين المثلث الهجومي اضافه طبعا لعبد الرزاق حمد الله، هو اللي خلى رومارينيو يجي ناحيه اليمين. قبليها في برضو تحركات وكرات في الهاف سبيسز ما بين سلطان الغنام وعبد الله العمري، برضو اتحرك، كان في تحرك فيها تحرك كبير لعبد الرزاق حمد الله. لاول مره نلاقي رومارينيو في الهاف سبيس مش على الخط، لا دخل لجوه في المنطقه الاخطر في الملعب في منطقه ال 18. فالاتحاد سيطر بشكل شبه كامل على الشوط الثاني. نوايا الهجوم كانت واضحه خلاص، انا كرودي جارسيا خلاص انا بينت رميت بياضي، انا هلعب خلاص بخطه حذره بطريقه حذره. فخلاص فنونو سانتو، نونو سانتو متحفظ، لا ما انا النهارده ده فرصتي وسط جمهور بنتكلم في 58,000 متفرج النهارده، يحركوا الصخر في الملعب ده بعيدا بقى عن اي تاكتكس واي حاجه.